يسعد الله مساكم بكل خير ومتابعينا ومشاهدين برنامج فانوس الخير ورجعنا لكم في حلقه جديده سؤال حلقتنا لهذا اليوم اهميه تنظيم النوم في رمضان خلونا نشوف اراء الناس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الغالي كيف تنظم نومك في رمضان من ناحية تنظيم النوم والله رمضان ما كله يكون نوم لازم ننام من وقت عشان نقوم من وقت فالناس يفكروا رمضان كله نوم وبس حتى الصلاة ماشي ويقول لك الله مني صايم تنظيم النوم فينا في رمضان مختلف يعني عن الايام العادية تعرف انت لان جدول رمضان الناس تسهر فيه تنام بعد صلاة الصبح تحصل وقت النهار الناس نايمه فالواحد المفروض يعني ينظم وقته في رمضان عشان يعني يظل طول اليوم هو نايم لين وقت الفطور يحدد وقت للرياضه يحدد وقت يعني يجلس مع اهله يحدد وقت للعباده يقرا قران يشارك اهل الحي يعني مثلا يوزع اكل في رمضان تعرف هذه الاعمال اللي ايش اجواء رمضان الجميله والحلوه نحن ننظم وقتنا في شهر رمضان وغير رمضان في تلاوه القران الكريم في زياره المرضى في زياره صله الارحام هذا واجب علينا ونحن نوصي الناس يعني جميعا ان شهر رمضان انزل الله علينا يعني لعباده يعني لفعل خير يعني ما يمر عليك وقت وانت منظم يعني ما منظم وقتك وكله في النوم وغيره يعني لا لا نحن وقت ما يعني نظمه كله كذاك النوم بس عشان قيلوله بس يعني نعمل يعني مساعد اهلنا ورجال ونوصي الناس كله عن شهر رمضان مبارك على كل مسلم يعني والله الافضل ان الواحد ينظم نومه في رمضان على اساس انه يقدر يصوم صوم يقدر يتحمل الصوم وكذي فاذا اذا صرنا نسهر كل الوقت فوين ما نقدر حنا نصوم وين ما نقدر نعبد ربنا كيف مثلا تنظم نومك من يعني مثلا تدخل مثلا وقت للعباده وقت مثلا تخلص اشغالك كذا يعني ايوه يعني مثلا اذا يكون عندك دوام تنام من وقت تروح الدوام ترجع تصلي الظهر تريح شويه لحد العصر وكذا يكون القدوة تعمل رياضة وغيرها يعني ايوه كل شيء وقته يكون بس ما كله نوم طبعا كيف منظم وقتك يعني؟ والله <applause> عندي دوام انا يعني انام من وقت في الليل والصباح اروح الدوام وكذا القدوة ليك تفرغ مثلا وقت معين للعبادة وغيره يعني اكيد اكيد طبعا من الظهر لحد العصر عبادة يكون يعني ننظم وقتنا يعني حتى في الابدان حتى في اللسان ننظم يعني ما نقول يعني كلام الله ما رضي يعني بعدين نقول نحن اللهم صايم وكيف انت صايم وتذكر صاحبك بالشر يعني من وراء هذا يعني غير لائقة على المسلم يعني في شهر رمضان وغير رمضان. ما بس يطلع بعد المغرب الواحد المفروض انه يوزع وقته يعني يحط للنوم يحط للعائله يحط للزملاء فكذي. اكيد. ايه. تسلم الغالي وجزاك الله خير وهذه جائزه مقدمه من المزن مول. مشكور طول عمرك احسنت. يعني الانسان اذا ما نظم وقته يعني في رمضان وغير رمضان يعني اذا الواحد ما نظم وقته يحس انه يوم يمشي ب... وهو ما انتج حاجه يعني. اكيد اكيد لازم كل شيء له تنظيم، كل شيء له جدول. وتحس لما تنظم وقتك تحس انه مثلا انتجت حاجه؟ اكيد. يعني اذا ما عندك جدول في حياتك ما بتسوي شيء، بتشوف حياتك كذا أيوة. بدون حياتك. ايوه بدون فائده. اكيد. تسلم الغالي جزاك الله خير وهذه جائزه مقدمه من المزن مول جزاكم الله خير واحسنتم نوصي يعني الكل العام يعني الكل العاملين في شهر رمضان ان نحترمهم يعني ما نتكبر عليهم نعطيهم حتى لو قليل من من المال او او قليل من الاشياء البسيطه نحن نوصي يعني هذا شيء الخير مبارك علينا ونشكركم انتم على هذا الدور نحن يعني نقوم بتوعية الناس ويجمعنا شهر رمضان يعني شهر عبادة يعني شهر صوم زارة الأرحام صلة الرحم هذا شهر رمضان والصلاة يعني عندك أغلى من الحين ترى نداوم طبعا ماشي إجازة الصباح تقوم الساعة ثمانية دوام لحد تخلص الساعة واحدة والساعة ثنتين طبعا أنا خلص أخلص الساعة خمسة دوام هنا <applause> يعني تخيل بس أنت نظم نومك وكذا يعني خليها على الله تظل سهران طول الليل يعني والله نرقد الساعة وحدة كذي والحمد لله على, على الله. كل حال جزاك الله خير. طبعا انتهت حلقتنا لهذا اليوم وشفنا اراء الناس من ناحيه تنظيم النوم في رمضان، لا تنسونا وتابعونا دائما وخلوكم معنا في حلقه جديده من برنامج فانوس الخير، الى اللقاء.